لم تكن لهذه الصورة أن تحيا من جديد ويعيش سكان شمال سيناء في أمان واستقرار إلا بعد أن تطهرت أرض الفيروز من دنس الجماعات الإرهابية بفضل سيطرة القوات المسلحة على جميع مدن المحافظة. صورة حية رصدنا فيها خلال زيارة امتدت ليومين حياة طبيعية ومشروعات قومية وتنموية من تعليم وصحة وإسكان لتعود الحياة كما كانت من قبل. فهنا كانت بداية الرحلة. بدأنا فيه بزيارة إلى محافظة شمال سيناء، زيارة تزامن فيها توزيع عدد من السيارات الجديدة في خطوة تهدف إلى حماية الأهالي من جهة والقضاء على البطالة من جهة أخرى. في 18 سيارة النهاردة، وإن شاء الله الشهر الجاي في زيهم وخلافه. إحنا طبعا بنستهدف من هذه السيارات حاجتين رئيسية. أولا تشغيل الشباب عليها. الحاجة الأهم والرئيسية أمان حياة المواطن. أنت عارف برضو التوك توك باللي سايقه باللي عامله، إنما ده عربية لازم يكون معاه رخصة، لازم يكون ملتزم بيها. وأنا أصريت قبل ما نستلمهم إنهم كلهم يدهنوا بلون واحد ويبقى توحيد واحد، بحيث إن إحنا نقدر لو في مخالفة نقدر نجيبها مباشرة. التوك توك بيبقى إيه؟ يعني إيه؟ ما فيش حاجة تحميه، البيبان متفتحة من الشمال واليمين، يعني إيه؟ بس دي حاجة آدمية للبني آدم، يعني أفضل يعني. وأمنية أفضل. رخصتك معاك، الخط السير بتاعك بيجوا معاك زي كده يعني. مهما كان عربيتك تبقى أفضل، أأمن، وهتبقى أوفر بالنسبة للمواصلات الداخلية، ماشي، وأأمن على السواق والركاب. سوق العريش التجارية صورة ترجمت عودة الحياة بشكلها الطبيعي، فالجميع هنا يمارس حياته بشكل آمن. ما كانش في مجال ان احنا ننزل في امان ان احنا نشتري الحاجه بتاعتنا، وما كانش اغلب الحاجه متوفره، بس الحمد لله بفضل جهود الجيش والشرطه والمحافظه. طبعا دلوقتي الوضع اتغير بطريقه كبيره بنسبه 80%. السوق انت شايف هو كل حاجه موجوده والخضار متوفر الحمد لله، ومفيش اي مشكله الحمد لله. احنا كنا وين وبقينا وين الصراحه، يعني انه الدنيا اتغيرت وراقت، البلد راقت الحمد لله، والامن استتب. هذه اهم حاجه اللي كانت واقفه قدامنا يعني. والله الحكومة على رأسنا، ربنا يفادهم ويجبر خطرهم. أنا هنا بنام لوحدي في السكنة، هم فرح مني أي حاجة بعصم كان الساعة 2 أروح لهم. مستشفى العريش العام كانت على أجندة جدول الزيارة، والتي أصبحت الآن تقدم خدمات طبية متميزة وفي جميع التخصصات. خدمات دخلت جديدة للمستشفى زي الرنين المغناطيسي والأسطرة القلبية. يعني احنا دلوقتي من 1/19 بدأنا الرنين المغناطيسي، وبدأنا عمل أسطرة القلبية. تم إجراء حوالي 750 عملية أسطرة قلبية، وتم عمل أشعات رنين لأهلينا في شمال سيناء. مستشفى كويسة والناس بصراحة متعاونين، وجينا عملنا أشعة رنين وخلصنا إجراءاتها والحمد لله عملناها وزي الفل. ده أنا شغالة في مستشفى أصلا، أنا مستشفى الشيخ زوي، انا شغاله في مستشفى الشيخ زويد، ومش متوفر اشعه الرنين، فانا جاي اعملها هنا. في مجال التعليم انطلقت المحافظه نحو تحقيق طفره كبيره من خلال المدارس النموذجيه، فالنشء الجديد هم امل المستقبل. في طفره كبيره وفي توجه كبير قوي من الدوله لتوفير العدد كبير من المدارس، وخاصه بعد نجاحه بصوره مكتمله، ويمكن الاقبال الشديد اللي بدات الناس عليه الفترات اللي فاتت جعل من التعليم التجريبي دلوقتي، او اللي اصبح دلوقتي رسم لغات، مصب او محط اهتمام عدد كبير من فئات المجتمع. عدد التلاميذ في الفصول بيتراوح باعلى فصل بيبلغ حوالي 35 طالب، ده اعلى عدد عندي. عدد الفصول 5 في الكي جي 1 و2، وبالنسبه لاول ابتدائي وثاني وثالث فصل 1 اول ثاني ثالث. بنخدم طبعا كل المنطقه، منطقه العريش وضواحيها. مدينه الشيخ زويد كانت المحطه الاولى في اليوم الثاني للزياره، بما فيها المدارس وسوق المدينه الذي عاد اليه النبض من جديد وانتعشت حركه البيع والشراء. احنا موجودين مع حضراتكم دلوقتي في سوق مدينه الشيخ زويد. من 4 سنين كان الموضوع مختلف تماما، وده بفضل التسجيلات الامنيه وقوه الامن والسيطره الامنيه اللي رجعت كل الامور لطبيعتها مره تانية. هندخل حالا دلوقتي السوق عشان نتعرف على اراء الناس وازاي انه الحياه عادت لطبيعتها. الحمد لله يا رب، بس كفينا شر المرض الشين يا رب وبعدنا عنه. زي العسل والله، وكلهم معانا زي العسل الحمد لله 100%. الامن مستتب وكله تمام التمام بحمد الله.
والامن كويس والجو مستقر 100% الحمد لله. من مايق كله مايق وكله على الطبيعه ان شاء الله. والحركه والبضايع والدنيا والامن مستتب. احنا النهارده في وضع افضل من 4 سنوات سابقه من فضل الله سبحانه وتعالى. كل شيء بدا يتيسر الحمد لله رب العالمين. الامن عم على المكان الحمد لله رب العالمين. يمكن هو في بعض سلبيات كانت موجوده والحمد لله برضو ايه بنتجاوز السلبيات من فضل الله سبحانه وتعالى. من المشروعات بدات دلوقتي في بدايه مشروعات الصرف، مشروعات الطرق موجوده، انشاء تجديد شبكه الكهرباء والحمد لله استقرار في شبكه الكهرباء. رفح الجديده نموذج للاسكان العمراني المتميز، فمن حق اهالينا بشمال العيشه في سكن ادمي. احنا نفذنا المرحله الاولانيه والنهارده احنا بنتكلم في المرحله الثانيه، يعتبر بدات من نص 9 في شهرين زمن. انت زي ما انت شايف حضرتك خرسانات مباني، يعني في نسبه انجاز كبيره جدا. يعني هنا المشروعات تمام، عملنا المرحله الاولى 41 عماره والحمد لله شغالين في المرحله الثانيه بقينا شهرين. الوقت شغالين في 43 عماره، الدنيا امان، بنخش الساعه 9 وبنطلع من الساعه 5. مبسوطين الحمد لله هنا والناس كلها مبسوطه وشغاله والعماله كلها مبسوطه والحمد لله ما فيش اي مشاكل عندنا ولا عواقب تقابلنا. محطه مياه الريسه كانت اخر محطات الزياره والتي تتميز بطاقة إنتاجية ضخمة لسد احتياجات المواطنين. المحطة دي استلمناها في أكتوبر اللي فات، والاستفادة منها تغذية المياه للشرب ولأهالي العريش. الطاقة الإنتاجية المحطة دي 5000 متر مكعب. المحطة دي تشتغل بنظام الـ RO ريفرس موزيك أو التناضح العكسي. المحطة زي ما أنتم شايفين حضراتكم معانا التغذية الرئيسية بتاعتنا من البيارة الرئيسية في محطة 10,000 بتكمل معانا المسار بتاع المية على الخزانات التغذية، من ثم ترمبات، من ثم الفلاتر المالتي ميديا فلتر او متعدده الطبقات، من ثم الفلاتر القطنيه، بعد كده على محطه الار او. المحطه ديت مكلفه لنا وشغل بجوده ميه اللي نحصل على ميه عاليه ومواصفات ميه منتجه صالحه للشرب، من ثم بعد كده على الخزانات الرئيسيه للميه المنتجه، بعد كده نضخها على الشبكه. انتهت رحلتنا التي امتدت ليومين من العريش إلى الشيخ زويد إلى رفح، نهاية لأحداث طوت صفحاتها بسالة قوات المسلحة وشجاعة أهالي شمال سيناء، وبداية جديدة يملأها العمران والتنمية الشاملة. فسجلات التاريخ ما زالت تزدحم بالبطولات والتضحيات، فليس هناك أغلى من تراب الوطن. من شمال سيناء، محمد الخطيب، النيل.